جود بيك، أنا ما نبهتك ما تجي على الحارة أبداً. ها؟ لو سمحت ثواني بس، أخلص من واحد بيجيني الثاني. يلا نلع، روحوا لك نلع. بس خمس دقائق، صدقني بس بدي أحكي لك مشكلتي، بعدين ما رح تشوفوني لا أمينة ولا أنت ولا حتى نور. بس خمس دقائق لو سمحت. بعرف أمينة ما بدها تشوفني ومعها حق، أنا غلطت كتير بحقها. لا تضيع الخمس دقايق عشي بعرفه من قبل. مستحيل سامح حالي، أنا ندمان كتير لأني تركت أمينة، كنت رح أرجع لها بعد العسكرية، بس لما تصوبت برجلي كرهت حالي وكل اللي حوالي. يعني ليش أنا؟ ليش هيك صار فيني؟ حسيت بالضعف لأني ما عاد أقدر أشتغل وعيش عائلتي، لا مرتي اللي بحبها ولا ابني اللي ببطنه، ومشان هيك رحت وتركتها لحالها. ما كان بدي إياها تشفى علي. لا تواخذني أنا عم ببكي قدامك، بس مو طالع بإيدي شي غيره. جود بيك، أنا لازم خلي أمينة تسامحني. لو سمحت أنت اقنعها، خليها ترجع لي، أنا بدي أعيش مع عائلتي. أنت الوحيد اللي رح يفهمني، لأنه نحن اثنين كبرنا من دون أم وأب، وابني هلأ عم يكبر من دون أبوه، ما بدي يضل من دون أب. هالموضوع مو بإيدي، وأمينة هي اللي بتقرر ترجع لك ولا لا، مو أنا. بس رح تحكي لها شو صار معي؟ رح تقلها قديش أنا ندمان على اللي عملته، ما هيك؟ لو سمحت بترجاك، بترجاك.